بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 144. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نواصل الحديث معكم عن أحكام المواريث، ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن حكم التوارث مع اختلاف الدين، وهو أن يكون المورث على ملة والوارث على ملة أخرى، وتحت ذلك مسألتان. المسألة الأولى حكم إرث الكافر من المسلم وإرث المسلم من الكافر. المسألة الثانية توارث الكفار بعضهم من بعض. أما المسألة الأولى فقد اختلف فيها العلماء على أربعة أقوال. القول الأول أنه لا توارث بين مسلم وكافر مطلقا، وهذا قول أكثر أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، متفق عليه. القول الثاني أنه لا توارث بين مسلم وكافر إلا بالولاء، لحديث: لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته، رواه الدارقطني. فهو يدل على إرث المسلم لعتيقه النصراني، ويقاس عليه العكس وهو إرث النصراني مثلا لعتيقه المسلم. القول الثالث أنه يرث الكافر من قريبه المسلم إذا أسلم قبل قسمة التركة، لا إن أسلم بعد ذلك، لحديث: كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على ما قسم الإسلام. الحديث يدل على أنه لو أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم ورث، ولأجل ترغيبه في الإسلام. القول الرابع أنه يرث المسلم من الكافر دون العكس، لحديث: الإسلام يزيد ولا ينقص، وتوريث المسلم من الكافر زيادة، وعدم توريثه منه نقص. والحديث يدل على أن الإسلام يجلب الزيادة ولا يجلب النقص. والراجح والله أعلم هو القول الأول، وهو عدم التوارث بين المسلم والكافر لصحة دليله وصراحة دلالته، بخلاف بقية الأقوال فإن أدلتها إما غير صحيحة وإما غير صريحة، فلا تعارض دليل القول الأول وهو المنع. وأما المسألة الثانية وهي حكم توارث الكفار بعضهم من بعض، فإن للكفار حالتين: الحالة الأولى أن يكونوا على دين واحد كاليهودي مثلا مع اليهودي، والنصراني مع النصراني، ففي هذه الحالة لا خلاف في إرث بعضهم من بعض. الحالة الثانية أن تختلف أديانهم كاليهود مع النصارى أو المجوس أو الوثنيين، ففي هذه الحالة اختلف العلماء في حكم توريث بعضهم من بعض. وهذا الخلاف مبني على أصل، هو: هل الكفر ملة واحدة أو ملل متعددة؟ فالقول الأول وهو قول الحنفية والشافعية أنهم يتوارثون مع اتحاد الدار، وهو رواية في مذهب الحنابلة، وهو قول الجمهور أن الكفر بجميع أشكاله واختلاف نحله ملة واحدة، فيتوارث الكفار بعضهم من بعض دون نظر إلى اختلاف أديانهم، لعموم النصوص في توارث الآباء والأبناء، فلا يخص من عمومها إلا ما استثناه الشارع، ولقوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. إلا أن بعض العلماء الذين يورثون بعضهم من بعض يقيدون ذلك باتحاد الدار كما سيأتي. القول الثاني أن الكفر ثلاث ملل: فاليهودية ملة، والنصرانية ملة، وبقية الكفر ملة.
لأنهم يجمعهم أنهم لا كتاب لهم، فلا يرث اليهودي من النصراني ولا يرث أحدهما من الوثني. القول الثالث أن الكفر ملل متعددة، فلا يرث أهل كل ملة من أهل الملة الأخرى، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ولعل هذا القول هو الراجح لهذا الحديث، وهو نص في محل النزاع، ولعدم التناصر بين أهل الملل، فلا توارث بينهم كما أنه لا توارث بينهم وبين المسلمين، ولأنه قد تعارض موجب الإرث مع المانع من الإرث، وهو اختلاف الدين، لأن اختلاف الدين يوجب المباينة من كل وجه، فقوي المانع ومنع من موجب الإرث فلا ومنع موجب الإرث فلا يعمل الموجب مع قيام المانع. والذين يرون أن الكفر ملة واحدة يرون أن اختلاف الدار مانع من توريث بعض الكفار من بعض، وذلك لعدم التناصر والتآزر بينهم، وهذا المعنى موجود مع اختلاف الملل. فعلى هذا القول الذي يظهر لنا أنه الراجح هو القول بتوارث الكفار بشرط اتحاد مللهم وعدم توارثهم مع اختلاف مللهم، وأنهم ملل شتى. فالنصراني مثلا يرث من قريبه النصراني، واليهودي يرث من قريبه اليهودي، ولا يرث الوثني من قريبه اليهودي ولا عكس، وإنما يتوارث النصارى فيما بينهم، واليهود فيما بينهم، والمجوس فيما بينهم، وكذا بقية الملل الكفرية، والله تعالى أعلم. أيها المستمعون الكرام، إلى الحلقة القادمة بإذن الله لمواصلة الحديث فيما تيسر من أحكام الفقه الإسلامي، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.